أسعد الله مساءكم متتبعي قناة شوف تي في بكل خير. مرحبا بكم مباشرة من مدينة الشرفاء مدينة أبي الجاد. خليكم معنا خوتي نديروا واحد الجولة في شوارع المدينة، تشوفوا الأجواء كيفاش دايرة من بعد التاسعة ليلا في مدينة أبي الجاد. فأكيد خوتي دوزنا اليوم في حرارة مفرطة هنا بمدينة خريبكة والنواحي أبي الجاد وتزم، كاع هاد النواحي كانت حرارة مفرطة. فانتوما خوتي منين كتبعونا وكيدايره الأجواء عندكم والحرارة مشاهدينا كيفاش دوزتوا اليوم مع هاد يعني هاد النهار هذا مع الحرارة؟ مرحبا، اهلا وسهلا حسناء. مرحبا حسناء، حسناء مساء الخير، مساء النور لكم خوتي كاملين. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. فعودناكم دائما كنحاولوا اننا نديروا جوله في المدينه اللي تنكونوا فيها، مثلا الاغلبيه تنكون في مدينه خريبكة، واليوم في هذا الاثناء بعد التاسعه ليلا كنتواجدوا بمدينه ابي الجاد. اين مدينه هذه حسناء؟ هذه مدينه ابي الجاد اللي كتبعد على مدينه خريبكة تقريبا بشي 56 كيلومتر او 54 كيلومتر. اذا هذه الاجواء هنا وسط المدينه. اكيد كتشوفوا معنا المحلات، المقاهي، المطاعم، كل شيء سد في هذا الاثناء. حسناء حسناء منين اختي انتيا؟ ما عرفتيش ابي الجعد منين؟ إلا كنتي مغربية فما يمكنش ما غاديش تعرفي مدينة أبي الجاد، لأن مدينة أبي الجاد عندها تاريخ وهي مدينة الشرفاء. الصحراء العيون بردة. لا 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 حسناء ما يمكنش ما يمكنش يكون عندكم البردات الساعة. مساء الخير نادية عتيقة. عتيقة أهلا وسهلا، مساء النور لكم كاملين خوتي. فهذه جولة سنهديها لكم من مدينة أبي الجاد. دزي الله يخليك من حدا عين الشيخ أبي الجاد بلاد أبي وأمي وجدودي. مرحبا جميلين، إن شاء الله إحنا غادي نرجعوا وغادي ندوزوا حدا يعني البلاصة اللي طلبتي من أختي. لا لا خالد، خالد قال لك خارجه على خريبكة ب 15 كيلومتر. لا يا اخي، فكتبعد على مدينه خريبكة بشي 54 ولا 56 كيلومتر. حسناء قالت لك هي من العيون يعني الصحراء، قالت لك ما كتعرفش مدينه ابي الجاد. اذا مرحبا بك حسناء، هذه فرصه وهذا هو الهدف من هذا المباشر انكم تعرفوا على كل المدن المغربيه. فكاع الزملاء تنحاولوا اننا نديروا المباشر تقريبا فين ما كاين شي زميل في شي مدينه، كنحاولوا دائما اننا نسلطوا الضوء على هذيك المدينه. الهدف هو انكم تشوفوا الاجواء، كاين الناس اللي تيكونوا من هذيك المدينه كيتوحشوها، كل واحد الظروف ديالو يعني كنعطيوه فرصه انه يشوف بلاده، وفي نفس الوقت بالنسبه للناس اللي ما عمرهم شافوا هذيك المدينه كتكون فرصه انكم تعرفوا عليها. فهذه فرصه لاختي حسناء وكاع الناس اللي ما عمرهم زاروا مدينه ابي الجاد انكم تعرفوا على هذه المدينه الرائعه، المدينه البسيطه، حتى الساكنه ديالها الناس بسطاء، الناس الله يعمرها دار. تحيه لساكنه مدينه ابي الجاد مدينه الشرفاء. تحية ليك وناس أبي الجاد. يونس تحية متبادلة خويا يونس، ونيابة على ساكنة مدينة أبي الجاد كنحييكم متتبعينا. بالجعد عاصمة شرقاوة أو مدينة 50 والي رشيد، ها هو تيقول لكم بأن مدينة أبي الجاد هي عاصمة شرقاوة، فتحية للناس شرقاوة. الحسين شكرا لكم كثيرا، فالشكر لكم انتم متتبعي قناة شوف تي في اللي كتعاونونا وكتدعمونا. شكرا لتعاليقكم، شكرا لتشجيعاتكم. تحية من إيطاليا لمدينة مدينتي الغالية. إذا معنا متتبعين اللي أكيد حتى هما من الجالية، وربما بحال طه خويا تيقول أنه هذه المدينة ديالو الغالية، فكنهديو لك هذه الجولة أخي في بلادك.
عاد رجعت منها بوعبيد الشرقي نوال تقول لك عاد رجعت، لان هنايا مشاهدينا في مدينه ابي الجاد كاين الوالي بوعبيد الشرقي اللي غادي نتوجو تحت الطلب ديال الاخت اللي طلبت منا اننا نحاولوا ندوزو من حدا هذيك الساحه فاش كاين. هبطي لك كاف نسور بعيدة عليها غابي 37 كيلومتر، إن شاء الله مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله. حسناء قالت لك زوينة المدينة، إذا هذه فرصة حسناء ياك من العيون كتتساري معنا في مدينة أبي الجعد وكتشوفي كيفاش داير الأجواء في المدينة في هذه الأثناء. مرة أخرى إن شاء الله نحاول ندير لكم جولة يعني على رجلي وبالأخص في وسط المدينة باش نقربكم أكثر من الأجواء مدينتي الغالية وبالأخص درب غزونة. فهنا غادي نعتذر منكم خوتي، راه ما تنعرفش الأسماء ديال الأحياء في مدينة أبي الجاد، المهم تساروا معنا بلا ما غنقول لكم الأسماء ديال الأحياء والشوارع، نتساروا جميعا. كانت صغيرة زمان قبل ما يتحول السوق الخميس الفوق، يعني هنا رشيد خويا تلاحظ بان مدينه ابي الجعد غادا تبارك الله وتتكبر. هنا كتلاحظوا معنا يعني رجال الامن الوطني والقوات المساعده مازال مستمرين في الحمله في شوارع المدينه من اجل يعني الا لاحظتوا معنا يعني المحلات والمقاهي والمطاعم راه كلشي سد، الا انهم كيحاولوا ان حتى الساكنه يدخلوا ويلتحقوا بالبيوت ديالهم. عصام عماد هبطي لدرب غزونة ورينا الجردة. خويا عصام والله الا تنعتذر وتنعتذر بزاف، راه ما عرفاش الاسماء ديال الاحياء هنا بالمدينه. كنعتذر لكم، ما معاياش شي واحد يعني من المدينه اللي يقدر انه يوجهني. عليكم السلام ورحمة الله. نعم معكم شوف تي في خويا. نعم شفتي المباشر. تحياتي لكم، الله يعاونكم خويا. أنا من تشرفت، تحياتي لكم، مرحبا بكم. إبراهيم طاهري تحية لك خويا إبراهيم، راه دزنا على تشرفت ومازال إن شاء الله غادي نمشي وغادي ندوزو على من ندوزو على تشرفت باش نمشيو لمدينه اخرى. يبقى درب ميمونه محسن معانا خوتنا ومعانا الساكنات ديال مدينه ابي الجعد اللي بغاونا ندوزو في الاحياء وتيقولوا لنا الاسماء ديال الدرب اللي بغاو، ولكن اجدد اعتذاري ما عرفش الاسماء ديال الاحياء. من اسبانيا ابن مدينه ابي الجعد الغاليه توحشتها جواد، فهذه هديه لكم جوله كنهديها لخوتنا وبالاخص الجاليه اللي بعاد على بلادهم وتيشوفوا دابا بلادهم، فكنهديها لكم خوتي وكنتمنى انني نذكركم بذكريات جميله من مدينتكم. اذا مدينه ابي الجعد كما شفتوا معنا المحلات كلشي سادين، المقاهي كلشي ساد، باقي غير رجال الامن كيديروا خدمتهم. السلام عليكم. السلام عليكم شوف تي في تحياتي. تحية لرجال الأمن واحترام متبادل، فشكرا لكم رجال الأمن هنا بمدينة أبي الجعد، وفي كل صراحة ما عمرنا لقينا معاهم شي مشاكل، كيتفهموا طبيعة العمل ديالنا وكذلك نحترمهم ونقدرهم وتنقولوا لهم الله يكمل سيرفيسكم بخير وعلى خير، فكيقدروا الصحافة وكيعرفوا دور الصحافة. تحية متبادلة لهم. الله يا خويا جواد فين غادي نعرف لك الثانيه. قال لي سيري اختي للثانيه. خويا جواد ما عرفتش
نتمنى نكون دزت منها ولا غادي ندز منها، لان ما عارفاش كما قلت الاحياء. تحيه ليك من المحمديه الى مدينه الطفوله محسن، تحيه متبادله اخويا محسن. يا سبحان الله، هذا المباشر يجمع لي الناس اللي عندهم علاقه بهذه المدينه الرائعه، ربما مدينتهم، ربما سكنوا دازوا سكنوا فيها، ربما كبروا فيها، ربما دوزوا فيها شي فتره، ربما كانوا من الزائرين يعني والزوار لهذه المدينه. فلان كنعرفوا كيكون فيها يعني موسم رائع رائع رائع، واحد الموسم. اذا بالنسبه لخوتنا ومتتبعي قناه شوف تيفي اللي كانوا طلبوا منا اننا ندوزوا حدا الوالي بوعبيد الشرقي، فحنا في القرب من هذيك الساحه. قولوا لكم مشيتي ملي باش ندوزوا منها؟ على دورة درتي لنا ديك ديال السوقان ديال الاكشن اخويا الشفر، حول علينا. فتحية لك وكنشكروك، ونيابة على المتتبعين تنشكروا الاخ اللي معنا وداير معنا هاد الجولة وصابر لهبالنا كما تنقولوا، داير معنا في هاد الجولة، شكرا لك اخي. فتحت الطلب ديال المتتبعين، فاكيد هذه جولة كنهديوها لكم. عامين ما شفت مدينة ابي الجعد، جواد رامي. كنطلب الله سبحانه وتعالى اخي، الله يجيبك لبلادك بخير وعلى خير ان شاء الله، تلقى بلادك بخير وتلقى الاهل والاحباب وانت كذلك بالف خير يا رب. ديري دورة فولاد فين فاتني هذاك التعليق. اذا احنا كنتواجدوا هنا قرب الوالي بوعبيد الشرقي. تحياتي من بنت بوعبيد الشرقي عيشة في ليبيا دوزيل درب العلاين. اختي عيشة كنعتذر لك، غاتسراي معنا وانا ما عارفاش الاسماء ديال الاحياء. اذا فاجي اختي، دابا حنا كنتواجدوا البلاصه الوحيده اللي كنعرف هي هاد الساحه اللي قدام يعني الوالي بوعبيد الشرقي. هاد الساحه هذه خوتي في العشيه يعني قبل التاسعه ليلا كتكون عامره والساكنه خارجين، فما نقدرش نوصف لكم الحراره اللي كتكون هنا بمدينه ابي الجعد. وحتى هاد الساعه يعني واخا الليل راه بحال باقا الشمس فوق راسنا. الله يلطف بنا يا رب، لان كاينه واحد الموجه ديال الحراره هاد الايام، نطلبوا الله سبحانه وتعالى يلطف بنا. هاد الساحه تيكون فيها شويه ديال الرواج التجاري والساكنه والالعاب ديال الاطفال والله يسهل على الجميع. سهام قالت لك واو بوعبيد الشرقي، مدينة سبحان الله يعني هاد البناية كتلاحظوا معنا هاد الأقواس و يعني مدينة سبحان الله. أنا شخصيا تنوصل ليها قلبي تيرتاح، نفسيتي تترتاح في هاد المدينة البسيطة الرائعة. تحياتي الأخت من طنجة، سلامي لنسابي الحاج أقدومي وفي الطومة الشرقاوي والعائلة الكريمة حسن. نتمنى إن شاء الله التحية ديالك توصل، ونيابة عنهم كنقولوا كنبدلوك التحية. شكرا لك أختي نادية، تحياتي أم أيمن، تحية متبادلة أختي. شكرا لكم، جولة مهداة لكل متتبعي قناة شوف تيفي. لا بالنسبة للناس اللي من هذه المدينة وهما في هذه اللحظات خارج المدينة كنهديوكم هذه الجولة، ولا بالنسبة للناس اللي ما عمرهم زاروها وما عرفوهاش، هذه فرصة أنكم تشوفوا ملي كتسمعوا مدينة أبي الجعد. فهذه هي الأجواء في هذه اللحظات في هذه المدينة الرائعة البسيطة. فين جات هاد المدينه اميمتي انا؟ اميمتي انا قالك فين جات هاد المدينه؟ هاد المدينه كتواجد في نواحي مدينه خريبكا او في اقليم خريبكا اللي كتبعد على مدينه خريبكا تقريبا بشي 54 او 56 كيلومتر. توحشت بلادي الجميله سبحان الله. كما قلت هاد المباشر فيه الناس ديال مدينه ابي الجعد. اختي ديري تحيه الأيمن حمزاوي، أم أيمن فتحية الأيمن حمزاوي من أختكم نادية وبالضبط من مدينة أبي الجعد ولكل متتبعي قناة شوف تيفي. بغينا نشوفوا شوارع مدينة الشهداء وادي زم. تقريبا هذا غير شي 3 أيام درنا واحد الجولة في مدينة وادي زم، اليوم جا الدور ديال مدينة الشرفاء. مدينة الشهداء درناها صافي نمشيو، درنا جولة في مدينة الشهداء واليوم جا دور مدينة الشرفاء جولة كنهديها لكم. اختكم نادية كتهديكم هذه الجولة.
وفي هاد اللحظات غادي نشدو الطريق ونمشيو لمدينة خريبكة، طريق السلامة لينا ولكل مستعملي الطريق إن شاء الله. مراكش بردة أوريكا مولاي إبراهيم اسني مليل، جبال باردة أجي نادية. المراكشي سعد، شكرا أخويا وشكرا على العرض، الله ترحب بك الجنة ما كرهناش إن شاء الله. تحلينا الفرصة علاش لا، حنا ما كرهناش في بلادنا كاين ما يتشاف. نطلب الله سبحانه وتعالى تسمح لينا الظروف ونتساراو حتى حنايا كل المدن المغربية شكون كره. تحياتي من كازا، تحية لناس كازا وشكرا لكم. تحياتي لك من طنجة، تحية لناس عروسة الشمال بلادي العزيزة، راك في القلب حسن. يعني أكيد كل واحد كيجي الحنين لبلاده، أكيد كتفكروا الطفولة، تفكروا أي حاجة جميلة، كنتمنى تفكروا غير الحوايج زوينين في هاد الجولة هذه إن شاء الله. تحية للعائلة بن سيدة، نتمنى إن شاء الله كاع الناس اللي كيديروا التحية لعائلاتهم واللي كيتواجدوا خصوصا في هاد المدينة البسيطة الرائعة. شكرا جزيلا على مجهودك الجبار علي، فشكرا لكم نتوما متتبعينا على التتبع ديالكم وعلى تشجيعاتكم وتعاليقكم. كانت هذه جولة وكانت هذه الأجواء في المدينة بمدينة أبي الجاد، ومن مدينة أبي الجاد نحييكم وما غنهيش المباشر حتى لواحد رون بوان ما عرفوش غندوزو عليه فاش كاينه ديك فاش مكتوبه أبي الجاد. يعني لاحظتوا معنا الالتزام ديال الساكنه بالتوقيت ديال 9 ليلا، كل شيء داخل، ورجال الامن اكيد راهم دايرين خدمتهم، السلطه المحليه، القوات المساعده، كنحيوكم تنقول لكم تبارك الله عليكم والله يعاونكم. طريق السلامه انكم في طريق وادي زم ان شاء الله، مازال ما خرجناش من بجاد، عاد غادي نخرجوا ان شاء الله ونشدوا الطريق، غادي ندوزوا على تشرف وادي زم اللي كنحيوهم. سهام المنصور شكرا لك بزاف، ساريتينا في بلادي. العفو اختي، وهذا فعلا هو الهدف من هذا المباشر، هو اننا نذكركم بلادكم، وفرصه للناس اللي ما عمرهم شافوا هذه فرصه انهم تعرفوا على هذه المدينه اللي كنقول لكم نطلبوا الله جميع الله يرفع علينا هذا الوباء ويجي موسم يتدار هنا، واحد الموسم اللي تيكون رائع وتيجيو ليه الناس تقريبا من كل المدن المغربيه، موسم يعني ما يمكنش تشوفوا ما تحاولش انك تعاود ترجع ليه العام الماجي ان شاء الله. اذا فكما قلت لكم منهي المباشر حتى الامام هذا المدار هذا اللي فيه هذا فين مكتوبه مدينه ابي الجاد. انا غير دراك كنوقف نشد هذا المنظر الرائع هنايا، سوي وقف ليا هنا. اذا من مدينه ابي الجعد نحييكم مشاهدي قناه شوف تي في، تنقول لكم نتمنى طريق السلامه لنا ولكل مستعملي الطريق، الله يحفظكم من كل اذى ومن كل شر. ساكنه مدينه ابي الجعد تصبحوا على خير، متتبعي قناه شوف تي في تصبحوا على خير، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.